الكلمة الآن للحضور الكريم للمشايخ للدكاترة، تفضلوا مشكورين مأجورين. نكتب المتدخلين. أيوه، أستاذ دكتور عيسى البجاح. أيوه، الدكتور محمد شعيلي. زهير ورا. دكتور زهير. زهير واش؟ تغلات. تغلات. نعم. زرقون. زرقوني. أستاذ الزرقوني. دكتور الزرقوني. زرقوني. محمد ولا؟ معليش. ما إن شاء الله. دكتور محمد. شو قال؟ عكاشة. عكاشة. خلاص. ومن الجناح الأستاذات. حبيب. شو قال لي؟ حبيب حواس. واحد ديما. حبيب الحواد. حواس حواس. حواس. يلا صلاح مسعود. انا شو نشوف الضوء ما كانش القاعه. وش هو الاسم؟ استاذ صلاح. صلاح مسعود. استاذ صلاح مسعود. دبلي. استاذ صلاح الدبلي. صلاح الدبلي. الدبلي. يلا. انت عندك. يلا. استاذ احمد مصلح. على بركة الله. استاذ الدكتور عيسى البجاح. أعطوا له البركة حتى نربح الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للمتدخل الأول الأستاذ سليمان، نحييه وأشكره على مداخلته، إلا أنه أشار إلى القرآن المكي والمدني، وقد يفهم من كلامه أن المدني ينسخ المكي، فهذا مصطلح فني ويجب فهمه في نطاقه. وأشار إلى من طلب منه الإمام عبد الوهاب بأن يكون إماما على الجبل، فالقصة هي أن تمنع هذا الشيخ أو هذا العالم، وأخيرا عندما فرض عليه ذهب إلى نن مارن واستشارها وقالت له قولتها المشهورة التي ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك. الإنسان في النهاية حملة المسؤولية، فقالت له: إن كنت تدري أن فيه من هو أولى منك وتقدمت فأنت خشبة في النار، وإن كنت تدري أنك أنت أولى وتقعصت فأنت خشبة في النار. فتاني يوم ذهب الجماعة وسلم نفسه، وبارك الله في هذا الموضوع. أما بالنسبة للأستاذ فوزي فأقول له من باب النصيحة: إنني أخاف عليك فيما ذكرته بأن الإباضية لهم الأسبقية في التاريخ وغيره، فالمذاهب الأخرى قد لا ترضى بهذا لأنهم تعودوا ولو خطأ على ذلك. وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد شعيلي. دكتور محمد شعيلي. محمد شعيلي. السلام عليكم. أشكر الباحثين، وأيضا أبتدي حيث ابتدأ من قبلي بالأستاذ سليمان التونسي حول موضوع تقسيم المدينة ومكة، أي القرآن المدني والقرآن المكي، حيث أنك نسبت أن القرآن المكي جاء عنف، بينما القرآن المدني جاء عنف والمكي كان بغير عنف. أتصور أن هذه العبارة محتاجة إلى مراجعة قليل. الشيء الثاني، ما ذكرته من أن الإسلام، هؤلاء الذين أشرت إليهم من حيث تصنيف الحالتين العنف وغيره، كانوا أرادوا أن يكتبوا بأن الإسلام قام بالسيف، والإسلام ليس كذلك. الإسلام في وقت السلم سلم، وفي وقت الحرب حرب. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا إفراط ولا تفريط. الدكتور فوزي
كنت يعني أتساءل عن اللفظة الأولى التي ذكرتها عندما قلت الإباضية واليهود. أتصور زين لو نخفف العبارات قليل. الإباضية ليس لهم علاقة باليهود، أما قضية رسالة سالم بن ذكوان الهلالي أتصور أنه لو حللت تحليلا سياسيا ودينيا، كما ينسب أنه أحيانا تفرد السياسة عن الدين، هذه فكرة أوروبية، الدين هو السياسة وهي علمانية فحتة. زين، القرآن تكفي السياسة، يكفينا السياسة وهو الأساس في هذا، فليس هناك يعني كما ذكروا هؤلاء، ولا نفتخر بكلامهم ولا بكتاباتهم إلا ما يوافق الحق. التاريخ الأموي والعباسي ما هو إلا تاريخ أموي وعباسي، ما أحدثته الدولة الأموية والعباسية في الإسلام يكفي خزيا وعارا، وما فعلوه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وما فعلته الدولة العباسية في هذه البلاد عندما جاءت ورف جومة تستغيث بالإمام عبد الوه يعني عبد الأعلى بن السمح خروانين، ثم بعد ذلك عندما أغاثهم جاء ابن الأشعث بجيشه اللجب ليدمر راية الحق ويمحق أصولها ويأتي بالفسق والفساد. بالنسبة للشيخ أحمد أستاذنا، ليتك عندما تطرقت إلى موضوع الإمام الصلت، لأن ربما يكون الكثير هنا لا يعرف عن الإمام الصلت، ونحن عندما نتحدث عن الإمام الصلت ينبغي أننا نتحدث ليس عن الفتنة التي قامت بينه وبين من قاموا عليه، وإنما هناك أشياء قام بها الإمام الصلت ينبغي أن تذكر، من ضمنها إنقاذه لسقطرى. عهد الإمام الصلت بن مالك لسقطرى، أنت أشرت إلى قضية إنقاذه لكن لم تشر إلى عهده الذي كتبه للقادة الذين إن شاء الله. ثم للدكتور محاز، بس ثانية واحدة وأنت خاطف، ذكرت أنا مانيش محاضر. لا الدكتور له علق على أحمد، نعم، وقضية الفقهاء أنهم اتخذوا يعني تركوا السياسة وبقوا مع الفقه. نحن كما قلت أن السياسة والدين لا نفرق بينهما، الدين هو السياسة، والعلماء كانوا هم الأساس لنصب الأئمة ووضع السياسة الشرعية التي يسير عليها الإمام في سيرته. بارك الله لك. شكرا شكرا أستاذ دكتور محمد شعيلي. الدكتور زهير تعلات، تعلات ولا تعلات ولا تغلات تغلات، يلا. شكرا. يعني سؤالين فقط، سؤال إلى أستاذنا فوزي البدوي، يعني ألا يعني توافقوني في القول بأن المدرسة الأنجلوسكسونية يعني رغم الخلفيات التي الإيديولوجية التي تواجهها، ألا ترون أنها قد أعادت نسبيا الاعتبار إلى الوثيقة الإباضية، يعني ولم تتناول سيرة سالم بن ذكوان فقط وإنما تناولت وثائق إباضية أخرى من قبيل رسالة ابن إباض إلى غير ذلك، ويعني زلزلت المدرسة يعني الاستشراقية التقليدية، وخاصة التي تزعمها المدرسة الفرنسية التي تعتمد على المصادر المتأخرة، يعني أعادت الاعتبار إلى الوثيقة التاريخية الأركيولوجية يعني بهذا الاعتبار، يعني وهذا جانب إيجابي في المدرسة الأنجلوسكسونية رغم ما عليها من أخذ. ثم سؤال الأستاذ كروم، يعني في المسألة المفاهيمية، يعني تحدثت أنت عن يعني النظام العزابة والحلقة والسيرة إلى غير ذلك، ألا تعتقد معي بأن هناك في تطور المفاهيم في الفكر الإباضي خاصة بأن الحلقة هو مفهوم قديم، يعني وجد حتى عند أبي مسلم أبي كريمة، ولكن يعني مع نظام العزابة
أن الدرجيني خاصة كتب سير المعتقد الأولى لم تفصل كثيرا بين حلقة التعليم وحلقة العزابة، وهذا وجدناه واضحا خاصة عند في متأخر عند البرادي. البرادي هو الذي وضع هذا الهرم وهذا الهيكل بين نظام العزابة ونظام الحلقة، وتحدث عن الآمر والمأمور والطلبة والزملاء وإلى غير ذلك. يعني في تطور المفهوم، يعني أعتقد أن مفهوم نظام العزابة هو مفهوم ذا بعد اجتماعي، يعني عقدي اجتماعي سياسي أكثر من نظام الحلقة. شكرا. الذي اهتم بالجانب الدعوي فيما بعد. شكرا زهير تغلاتي. فقط يعني وبالنسبة للسيرة المسورية البكرية، هي أعتقد أنها المفهوم التأسيسي للنظام العزابة يعني في اعتقادي. شكرا جزيلا. زرقوني تفضل أستاذ، رجاء بسرعة يعني في سؤال إذا كان، يعني لأن المنظمين يحتجون ويقولون الوقت انتهى للمحاضرين والمعقبين وكل. تفضل. السلام عليكم. أنا سؤالي بكل بساطة، أريد أن أستفيد من خبرة الأستاذ البدوي وأسأله على مسألة: لماذا لا يؤدون اليهود واجبهم العسكري عبر التاريخ وإلى يومنا هذا في تونس مثلا؟ ثم إلى الأستاذ التونسي حول اللاعنف في زمن البيسي كوندو وزمن لا ريزون دي بلو فور اي توجور لا ميير. اللاعنف في زمن الطائرة العملاقة البيسي كوندو وزمن لا ريزون دي بلو فور اي توجور لا ميير. السلام عليكم. تشكر. عكاشة، أستاذ محمد عكاشة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. رجاء باختصار وبسرعة. لدي ملاحظة حول عنوان الندوة باعتباري عادت الدكتورة حول السير. مصطلح السير يختلف عن مصطلح السيرة. أنا حينما قرأت العنوان مصطلح السير كنت أتوقع أن أسمع الغزوات يعني سيرة المسلمين في الحرب، ليس المصطلح غير متطابق. السيرة يختلف عن السير، فهذه ملاحظة هامة. يعني أنا جئت كي أسمع يعني بمصطلح السير سيرة المسلمين في الحرب والغزوات، يعني كيف كان لبعضية حروبهم. هذه هي الاختلاف، فهذه نقطة هامة. يعني السير يختلف السيرة. هذا السؤال الآخر للأخ الدكتور البدوي. أنا يعني أيضا أشارك الأستاذ الشعيري، ما هي علاقة الإباضية باليهود؟ أنا أصل إلى المذهب الإباضي حينما أقرأ العقيدة. لا، حينما أقرأ العقيدة أقرأ التاريخ تقودني للمذهب الإباضي. وصلت هذه فكرة. ودى هذه النقطة. شكرا، وصلت فكرة، بارك الله فيك. الحبيب الحواس، خلاص غادر. صلاح الدبلي موجود، يلا بسرعة. بارك الله فيكم. بين الأمس واليوم حضرت الندوات وكأني بها غريب، فلم أفهم الكثير. كنت أتوقع بأن كنت قرأت كتاب عن تاريخ المسلمين، تاريخ الإسلام والمسلمين، فإذا بي أرى الكتاب كله 200 صفحة ولا أكثر، فمني يتحدث عن الخلفاء كلهم خليفة خليفة، ويقول هذا خليفة صالح، وهذا خليفة سكير، وهذا خليفة كذا، وهذا غيره، وانتهى الكتاب بدون مقدمة، يكاد بدون مقدمة ولا خاتمة. وكأني بنفس الشيء اللي أراه الآن. كنت أتمنى التمشي التاريخي على منهاج ابن خلدون. الظروف بين في كتابتي هذا وفي عمل هذا وفي كذا، فلم أرى شيئا من هذا المنهج. شكرا، بارك الله فيك. الوقت يزاحمنا، خلاص. الدين والسياسة شيء واحد. أظن أن مستويات السياسة العليا والتفكير السياسي يدخل فيها الدين والقيم الدينية وكذا، أما السياسة في المعيشة اليومية فهي فيها الغث وفيها السمين وفيها الصالح وفيها الصالح. وأظن أن الله لا يريد أن يحشر فيما هو صالح في عمل من عمل الإنسان. شكرا. أستاذ صالح الدبلي، وين هو صالح الدبلي؟ بسم الله. الشكر والتقدير للشيخ أحمد كروم فيما أبداه من أبعاد حضارية لسيرة حلقة
الصوت فيما أبداه من أبعاد حضارية لسيرة حلقة العزابة. حقيقة من ناحية تاريخية تأصلت حلقة العزابة في أواخر القرن الرابع الهجري وبدايات القرن الخامس، في حين أن نرجع إلى كتب السير روت لنا كثير من الشذرات وجود العزابة قبل هذا التاريخ وفي حدود بأواخر القرن الثالث الهجري، عندما تتحدث عن أم يحيى عندما كانت تعلم أو تتدارس مع عزابة تمسين كتاب أبو خليل الدركلي. أيضا إشارة أخرى للشيخ أبو الربيع سليمان بن هارون الباروني، كان يتنقل بعزابته إلى أرياف وقرى جبل نفوسة. هناك أيضا إشارة أخرى للشيخ مسلوق التايب، وهو سخي الكف القليل من عزابة الجبل من لم يأكل من طعامه. أرجو التوضيح في هذا الجانب. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ صلاح. إذن الكلمة بسرعة على الترتيب الذي كان في البداية للتعقيب. الأستاذ سليمان تونسي. تبدأ الدكتور. يلا أستاذ دكتور فوزي. شكرا. وجب التنويه في البداية لأنني لم أشر إلى أي علاقة بين الأباضية واليهود، ليس هذا موضوع دراستي. قلت أنا الذي عندي صلة باليهود، اهتمامي بالدراسات الإسلامية اليهودية هو الذي دفعني إلى الاهتمام بالأباضية، فوجب التنويه. نقطة ثانية، في الواقع هناك أمر أساسي أقوله بشكل واضح لكل المستمعين، هناك أمر يهم الأباضية وهناك أمر يهم كل المسلمين. هذه المدرسة تريد أن تبين من خلال القول بأنه لا توجد مصادر تاريخية يمكن أن يعول عليها المؤرخ المحترف لكتابة تاريخ الإسلام، القول ما يلي بالنسبة للأباضية: إن ما تركه الأباضية تماما مثل الذي تركه المسلمون بقية المسلمين هو أن هذه النصوص لا تروي ما وقع، هذه النصوص تحدثنا عما أرادت الأباضية أو ما اعتقدت الأباضية أنه وقع، أو أرادت الأباضية أن تعتقد أنه وقع، أو أرادت الأباضية من غيرها أن يعتقد أنه وقع. وهذا الذي ينطبق على الأباضية ينطبق على كل المسلمين، على كل الكتابات الإسلامية. هذه النصوص ليست امتدادا لمعلومات أو لموارد شفوية، هي مدونات ظهرت في وقت معين غايتها دينية بالأساس، وهي الدفاع، ولذلك قلنا هي تاريخ خلاص، بمعنى أنها كتبت لدوافع دينية، أي البحث عن الفرقة الناجية وعن أهل الحق. وكل المسلمين يعتبرون، كل واحد يعتبر أنه على حق، ولهذا فإن هذه النصوص لا يمكن أن تساعد المؤرخ أن يكتب تاريخا حرفيا. إذا طبقنا المنهج التاريخي على هذه النصوص، المشكل يتبين ليس خاصا بالأباضية وإنما بكل المسلمين، وهؤلاء ليسوا أول سار غره قمر كما يقال، هم طبقوا هذا على دراستهم وعلى أديانهم وعلى تاريخهم. المشكل هو التالي: إذا تبين أن النقد التاريخي يشكك في مصادرنا، والمشكل هين بالنسبة لنصوص الأباضية مثل سيرة سالم الذكوان أو بالنسبة إلى أهل السنة أو إلى الشيعة، لكن الأمر يصبح خطير إذا ما تعلق الأمر بالنصوص التأسيسية، يعني القرآن والسنة. هذا هو المشكل. هل نحن مستعدون من حيث النظرية على الأقل أن نقبل بفكرة أن هذا الإيمان الذي أسسناه على البحث التاريخي، إذا تبين أن هذا البحث التاريخي قد يؤدي بنا إلى أن نضع الإيمان موضع شك، هل نحن مستعدون للإجابة وإيجاد السؤال الجديد؟ البروتستانت والمسيحيون واليهود عالجوا هذه المشكلة وواجهوها منذ القرن الثامن عشر. نحن الآن ما زلنا منذ 200 سنة ونحن نتحرك في نفس
في مثل بني إسرائيل، يعني 40 سنة في التيه، نحن قضينا 200 سنة 200 سنة في التيه لأننا نخاف من أن نواجه أو الأسئلة الحقيقية والإجابات الممكنة. يعني أنا أريد في الواقع من خلال دراستي الإباضية وغير الإباضية أن أقدم الجواب على السؤال. أنا لا أريد أن أكون مسلما حزينا كما يقول حسين أحمد أمين. يعني لا يتصور أن تطبيق المناهج التاريخية سيؤدي إلى اضمحلال الإيمان، سيؤدي إلى وجود مسلم جديد. وفي الواقع أنا يؤسفني أنه ما زلنا في هذه القاعة منذ البارحة واليوم نتحدث أحيانا عن الإباضية باعتبار أنهم أقلية ونتسامح. لا يا سيدي، الأباضي أو اليهودي أو غير الأباضي ليس لا أقلية ولا في حاجة إلى التسامح، هو مواطن كامل الحقوق. يعني نحن الآن يعني للأباضية في الواقع مسؤولية تاريخية. يعني ما الذي أراه الآن؟ أرى أن الأباضية يحسنون إنتاج النصوص بمعنى تحقيق النصوص ونشر التراث الأباضي، هذا جزء مهم، ولكن التوقف عند هذا مخل ومضر بالأباضيين في المستقبل وبكل المسلمين. يجب أن يواجهوا أسئلة العصر الكبرى الحقيقية، لأنه أخشى بأخشاه أن ننتصر على المستعمرين ونطردهم كما يقول بعضهم، وأن نعجز عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا ونعود إلى دعوة عودوا إلى القدماء. شكرا. شكرا. بارك الله فيك أستاذ. إذن وأريد أن أنحى في هذا الاتجاه، عندما تحدثت عن القرآن ليس قولي، وهي مشكلة في العالم الإسلامي، هل نحن نحسن الإنصات؟ فقد رويتها وقلت في هذا الإطار نحن نعيش في الغرب، تطرح علينا أسئلة، وأجبتم ما سمحت الشيخ عندما قلتم حملتم على بني أمية وبني العباس، هذا تاريخ الإسلام، هم لا ينظرون إلينا مفترقين بل مجتمعين. كيف نعمل نحن المسلمون؟ لأن الإباضية هم مسلمون بالدرجة الأولى، وأمر المسلمين والإسلام يهمهم، ما ينفع الإسلام ينفعهم وما يضره يضرهم. وعلينا، إن العالم يحتاج إلى ثقافتنا إلى أصالتنا، فلنقدمها ولنحسن تقديمها. قد أخفقت ولم أحترم الوقت حتى أحدثكم عما أردت أن أحدثكم. أنا في حالي في هذه الأمسية كحال المسلمين، أحضرت كثيرا وعملت كثيرا ولكن أخفقت في تقديمها. على المسلمين أن يتقنوا الحديث إلى الآخر. انظر عندما نطق الأستاذ باليهودية، يعني حاشا إسرائيل، لماذا؟ الآيات قرآنية مليئة في القرآن تتحدث عن يهود. لا نعادي أناسا بعينهم أو دينا بعينهم، إنما تتناقح الأفكار. لا خوف في الإسلام ومبادئه وأهله، إن لدينا من المبادئ والقيم، هذا ما أردت أن أقوله، ثري وثري جدا، وعلينا أن نعمل. طرح علي سؤال قبل أن أدخل إلى هذه القاعة، قال إن في تراثنا المكتوب كثير من الأشياء. جربة تعاني الفضلات الآن وهم يتناقشون، وكنت في جربة في يومين، وأستطيع أن أقول وأتحمل مسؤوليتي، في التاريخ الإسلامي كثير من الفضلات تضر بهذا التاريخ. هل لدينا الجرأة العلمية والقوة العلمية أن ننظف هذه الفضلات؟ هذا ما أردت أن أقول، مع احتراماتي لكم جميعا، وإن شاء الله لم تكن كلمتي عنيفة. شكرا الأستاذ سليمان تونسي. الكلمة للدكتور أحمد مصلح. أحمد مصلح. إذن الأخ محمد، لو صبرت لحججت كما يقولوا في تونس. يعني أنا موجود الإشارة إلى عهد الإمام الصلت بن مالك، وكتب عهدا لقادته في حسن التعامل مع الأحباش، وفي تفاصيل وفيه أبعاد حضارية جيدة فعلا في هذا العهد، إلا أنه السيف المسلط من طرف رئيس اللجنة والوقت المحدد جعلني أقفز على بعض الفقرات، ولمن أراد أن يتوسع إن شاء الله موجود في الله. شكرا، بارك الله فيك. الأخ أحمد كروم. شكرا للأستاذ زهير تغلت. قرأت كتابه قرأته واطلعت على ما كتب، وصحيح يعني ما اقترح وهو أو وجهة نظري، وهو أن نظام التعليم في عند الإباضية المغاربة هو تأسيس نظام حلقة العزابة التي أشبه ما تكون بالإمامة العمانية في الظهور،
ولا خالفني الإمامة هي إمامة كتمان كما يسميها البعض، وقد سمى كذلك أستاذ زهير تغلت بنفس الشيء. والذي طور نظام التعليم إلى نظام قيادة المجتمع هو أبو عمار عبد الكافي، وفي رسالته نجي يتكلم على الإمام الوكيل الشيخ هكذا مواصفات، أما قبل يعني ما كنت أعرض عليكم فيه مواصفات الشيخ والباقي كله الموظفين في وسط المدرسة. إذن ليس هو عبارة عن يعني هو تأسيس لحلقة العزابة تكون قيادة المجتمع. نعم كلمة العزابة كانت مبكرة، يعني لعل شيخنا دكتور صلاح الدين الدبلي بارك الله فيه يريد ينبهنا أن هذه الكلمة قديمة، والسبق يكون لي جبل نفوسة، وقصب السبق دائما عندنا في الدولة الرسومية والجزائر دائما لجبل نفوسة، رغم أنه يبقى الكتاب الذين كتبوا من القرن الماضي أو من القرن يعني القرن المتأخر كتب كلمة العزابة. إذا كان كتب كلمة العزابة هو من القرن الثاني أو من القرن الثالث نقول سبقت كلمة، إذا كان هو من علماء القرن الخامس وكتب كلمة العزابة إذن فهو يعني مصطلح يقول باللي كل إنسان تفرغ للتعليم معلم أو متعلم فإنه يعتبر عزاب هكذا بصفة عامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن باسم جمعية التواصل والدكتور فرحات الجعبيري والأخت سناء الباروني وباسم الشخصي رئيسا لهذه الأمسية الطيبة نشكر، وباسمكم جميعا نشكر السادة الأساتذة الذين حاضروا في هذه الأمسية ونشكر المتدخلين، ونود وددنا دائما لو كان الوقت أطول ولكن الله غالب كما نقول بالدارجة الجزائرية والمغربية. إذن قرأت قبل قليل كانت 10 دقائق، الآن لم يبقى إلا 7 دقائق، 7 دقائق إن شاء الله نرجع إلى هنا بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.